مساء الخير عليكم يا اعظم جمهور سينمائي على الانترنت، واهلا بيكم في دردشه جديده من ذا سينماتولوجي بودكاست اللي كل اسبوع انا محمد ابو سليمان وصديقي العزيز جدا اسماعيل راضي بنختار فيلم عظيم من السينما العالميه او المصريه عشان نفصصه وندردش فيه. سمع ايه الاخبار يا سوري؟ اولا كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك وانت طيب. عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد. مش هسالك بقى كام سنه، بس عيد ميلاد سعيد، ويعني مور تو كام ان شاء الله، ودايما في احسن صحه واحسن حال. 44 سنه عادي، انا ما بتكسفش من الحاجات دي. 44 سنه. ابو 44 بقيت ابو 44 بالظبط. كل سنه وانت طيب وسنه سعيده ان شاء الله، وكل سنه احسن من اللي قبلها يا رب ليك ولحبايبك. ربنا يخليك. تسلم يا سمعه. النهارده قبل ما نخش على الحلقه بتاعتنا، عايزين نعمل شويه حاجات كده، هاوس كيبنج زي ما بيقولوا. اولا عايزين نشكر كل الناس الجميله اللي بتسمعنا وبتعلق على كل حاجه، على الافلام اللي احنا بنتكلم عليها. وعايز اقول ان في حاجه كمان، الحمد لله ان احنا البودكاست هو دايما كل اسبوع يا اما البودكاست الاكثر استماعا او من الثلاث بودكاست اكثر استماعا في مصر في مجال السينما والتلفزيون. فدي حاجه يعني، في ملايين البودكاست اللي موجوده وبودكاست كتير قوي بتتكلم عن السينما سواء مصريه او غير مصريه، فكون ان احنا الحمد لله دايما في التوب او التوب 3 ده يعني حاجه بسببكم انتوا كل الناس اللي بتسمعنا. فعايزين نشكركم على ده، شكر كبير قوي. وفي بودكاست تانية حلو قوي على فكره مصريه، في بودكاست اسمه سينما صيفي، شويه شوت اوتس كده لزملائنا بيعملوا بودكاست حلو قوي، في بودكاست اسمه سينما صيفي حلو جدا. فدي حاجه. الحاجه الثانيه كمان، الواحد مبسوط قوي ان في اصدقاء لينا من بلاد عربيه تانية غير مصر بتسمعنا. بس جدا جميله كده. ناس من المغرب ومن الجزائر ومن الصومال ومن السودان، السودان ومن الجزائر ومن العراق ومن الامارات ومن السعوديه ومن البحرين ومن الكويت. يعني حاجه تفرح بجد ان في ناس مهتمه باللي احنا بنقوله عن السينما. انت دايما بتقول احنا اتنين مجرد بندردش كده في السينما، فحاجه جميله ان نعرف ان في يعني اصدقاء لينا من دول عربيه كتير بتسمع. دي حاجه تفرحني قوي. ده بالتاكيد. والحاجه الاخيره افكركم، بليز اعملوا اللايك. المره دي هقولها في الاول بقى عشان دايما بنسى، يا ريت تعملوا اللايك والسبسكرايب والشير. ولو بتسمعونا على البودكاست خشوا على اسم سينماتولوجي بودكاست كده وادونا ريتنج، الحاجات دي دايما بتفرق. ادونا ريتنج حلو كده، سيبوا لنا ريفيو وهكذا. طيب خلصنا الادبيات اللي في الاول دي. وطبعا بنشكر كل الناس اللي احنا استضفناهم. يعني صحيح ما كانش كل يعني كل مره بنستضيف حد، ولكن يعني الأصدقاء اللي احنا استضفناهم ويعني خليناهم يقتطعوا جزء من وقتهم وجدولهم المزدحم ويطلعوا بكل حب، يعني حبا في السينماتولوجي وحبا فيك وحبا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الهواية الجميلة دي والباشن، العاطفة الكبيرة للدراما والسينما. فبنشكر كل اللي طلعوا، لأنهم كل واحد فيهم كان إضافة كبيرة جدا جدا جدا. يعني أنا لاحظت حتى أن الحلقات اللي طلع فيها معنا ناس كانت حلقات يعني تشافت أكتر وكده، فبنشكرهم كلهم طبعا. صح، برافو عليك. صح، نقطة مهمة جدا. وعلى السيرة دي برضو عايزين نقول ان دي هتبقى اخر حلقة لينا في السيزن ده. يعني احنا اول ما ابتدينا انا وسمعة عملنا 12 حلقة، وبعد كده وقفنا شهر كده ورجعنا تاني. المرة دي عملنا، دي هتبقى الحلقة 15، فالمرة دي زودنا. كنا نفهم ان احنا نبطل الحلقة اللي فاتت، بس انا واسماعيل كنا عايزين ندردش يعني. فهنوقف شوية لأسباب انا وسمعة، بس داخلين على فترة مزدحمة شوية كده، وتاخدوا اجازة مننا تستريحوا مننا كام اسبوع كده، وهنرجع تاني بقوة ان شاء الله ومعانا ان شاء الله. وفي الفترة دي هيبقى في فيديو اسايز اوريدي انا كتبتها، فهتنزل ان شاء الله بشكل اسبوعي او كل 10 ايام هتنزل واحدة. يعني دايما السينماتولوجي هيكون ليها حاجه ان شاء الله. هنحاول ان شاء الله. الناس بتطالب دايما بالفيديو اسيز، لان انت كنت يعني الفيديو اسيز دي هي اول حاجه انا اشتغلت سينماتولوجي، فهي دي يعني انا بعتبرها تريد مارك للسينماتولوجي، وحاجه انت يعني براعتي فيها، كنت عاملها حلو جدا ولا زلت تعملها حلو جدا. فيعني ولاحظت من تعليقات الناس كانت حباها وبتسال عليها دايما. يعني هي فعلا انا بحب اعملها، بس كانت مشكلتي معاها ان انا كنت بقعد عليها وقت كتير قوي، وبعدين يجي يوتيوب يقوم شايلها ويعمل لي سترايك، او مثلا يشيل لي المزيكا اللي حاططها، او فكنت بحس ان مجهود جبار بيتحط وفي الاخر بيتشال. فعشان كده لقيت الموضوع يعني مش جايب همه، بس كان وحشني الموضوع ده، فابتديت ان انا ارجع تاني واحده واحده. وان شاء الله لما نرجع تاني بالسيزون التالت بتاع البودكاست هيبقى البودكاست والفيديو اسيز مع بعض ان شاء الله. يعني الواحد يلاقي ان شاء الله فنكمل ان احنا نتكلم عن الحاجات اللي احنا بنحبها.
بإذن الله إن شاء الله. ماشي يا سمح، قول لي بقى، احنا قلنا المرة دي هنتكلم عن معالي الوزير. الفيلم ده فيلم جبار يعني. وبعدين اعتقد ان احنا المفروض نغير السلسلة بتاعتنا، نسميها افلام ما ينفعش تتعمل اليومين دول. يعني كل افلام بنتكلم عليها بنيجي في الاخر نقول ما ينفعش تتعمل اليومين دول. بس الكلام الاول عن معالي الوزير كالعادة زي ما بنعمل، لو فاكر اول مرة شفته انطباعاتك الاولى عنه وهكذا. واتفهمش ليه اولا الفيلم ده انا سقط مني خالص. الفيلم ده طلع سنة 2000، في مصادر بتقول 2003 وهو، لكن تاريخ العرض الاول 5 ديسمبر 2002، يعني من اكتر شوية من 20 سنة. لكن الفيلم وما شفتوش في السينما ساعتها، وما شفتوش خالص لحد من سنة فاتت. ما عرفش ليه كده جالي كريفينج، يعني وحم كده زي الست بتتوحم. وشفتك بتتكلم عنه كتير وكل الناس بتتكلم عنه، يحيى حسني صديقنا اتكلم عنه ان هو يعني فيلم يعني ما ازاي يعني ما بيبقاش حد شافه يعني. فحسيت كده ان ده ما ينفعش اقول على نفسي سينوفيل وبحب احمد زكي وبحب وحيد حامد وبحب سمير سيف من غير ما اشوفه. فلقيته على اليوتيوب وشفته على مدار كده يومين ثلاثه، انا بقيت مشدود جدا جدا. الفيلم اولا كل عناصر، يعني انا مش عايز اقعد اقول كل شويه كل عناصر السينما موجوده فيه، لان هو فعلا كده. الفيلم كل عناصر السينما موجوده فيه. نبتدي الاول بالكتابه. وحيد حامد ما اعتقدش ان وحيد عامل حاجه وحشه، وحيد حامد عامل حاجه وحشه. واللي عجبني في الفيلم ده قوي الحوار بتاعه. الحوار بتاعه كل كلمه موزونه، كل جمله مكتوبه بوزن شديد وبحرفيه شديده. السيناريو وترتيب الاحداث وتصاعدها. نيجي بقى للاخراج، سمير سيف اللي الناس تقول كده مخرج اكشن، ده فيلم دراما وتمثيل وتوجيه للممثلين من اروع ما يكون. ونقلاته والديزولفز اللي بتحصل في الشاشه كل شويه. التمثيل مفيش حد عمل دور وحش. احمد زكي كان خلاص بقى، ده كان يعني قبل ما يتوفى بسنتين ثلاثه، فتقدر تقول بقى ان هو كان يعني في زي ما بيقولوا بالانجليزي، معلش يا جماعه استحملوا في الانجليزي، at the top of his game، يعني فورمه عاليه قوي. خلاص هو بيعمل كل حاجه. فكرني بمحمود الخطيب، اللي انا اهلاوي كبير وانا كبرت في الوقت اللي كان كابتن محمود الخطيب بيلعب فيه بيبو. محمود الخطيب يعني يعتبر كاريره كان قصير شويه بالنسبه لدلوقتي، اعتزل عنده اوائل الثلاثينات بسبب الاصابات الكتير. وفي السنتين اللي قبل ما يعتزل كان تحول من راس حربه الى بلاي ميكر زي ابو تريكه كده. وفي ماتشات شفتها له وهو بقى بلاي ميكر، بيعمل حاجات على الواقف وبيباصي كور، كل كور يعني باستعاره للتعبير الجديد اللي هو الاسيست او الاسيستات يعني زي ما بيقولوا. فاحمد زكي كان في الوقت ده كده مش محتاج يعمل حاجه فيزيكال في التمثيل، مش محتاج يعمل تمثيل انفعالي، هو اصلا ما كانش تمثيله انفعالي، لكن كان في الفيلم ده متمكن من ادواته قوي وحرفياته قوي. الممثلين اللي معاه هشام عبد الحميد اعتقد ده من احلى الادوار اللي عملها ان لم يكن اروعهم. لبلبه كان تمثيلها يعني اوفر شويه. يسرى في اللحظة البسيطة اللي طلعت فيها عملت يعني دور حلو، ما قامتش من على الكرسي لكن عملت ديالوج في منتهى الجمال معاه. عمر الحريري في المشهدين اللي طلع فيهم من أروع ما يكون. ممثل بقى خلاص برضو كان يعني برضو قبل ما بيتوفى بشوية صغيرة، لا أظن توفى هو بعد سنة 10 متهيألي، أنا مش متأكد هو توفى إمتى، ولكنه يعني ما فيش حد في الفيلم ده ما عملش اللي عليه. المزيكا خالد حماد أظن مزيكا في منتهى الجمال. مزيكا عمر حريري توفى سنة 11، مواليد 26 وتوفى سنة 11. المزيكا فيها مزيج من الأمل ومزيج من التوتر والغموض، لكن مزيكا من أروع ما يمكن. أوركسترا في منتهى الجمال، مش كتيرة أفلام كانت بتتعمل بأوركسترا كاملة. فالفيلم اختصارا اتخدم كويس قوي وتمثل كويس قوي. الصورة والإضاءة وظبطة الألوان حتى لو قارناها بأرض الخوف فيش مقارنة لا في الصوت ولا في الصورة. الفيلم لسه محمد يعني زي ما انت بتقول شكله لسه فريش، واعتقد ان هو برضو طريقة كتابته يعتبر برضو ممكن يسقط على الوضع الحالي. فده يعني السينوبسيس او الملخص قبل ما نخش نفصص الفيلم. بالنسبة لي فيلم معالي الوزير، وحب اسمعك انت بقى. لا الفيلم فعلا انا فاكر ان انا دخلته سينما كان مع والدتي.
ووالدتي يعني تحية ليها، لان هي اللي حببتني في ربنا يديها الفنون الصح. بشكل عام. هي اول واحدة اخدتني حفلة في الاوبرا، مامتي واول كده واحدة برضه. سمعتني مزيكا كلاسيك، واول واحدة كانت بتاخدني السينما. يعني العنصر الفني، ربنا يخليك، العنصر الفني جه من عند والدتي. فجأة انا وهي دخلنا السينما، ربنا يخليها لك، دخلنا السينما انا وهي عشان نتفرج على الفيلم ده، وكنا مبهورين مبهورين بيه. كان واحد لسه قوي مش فاهم بقى مفردات السينما بشكل كبير، بس كان زي ما بتقول احنا حاسين ان احنا شفنا حاجة مهمة، عمل مهم، عمل جريء جدا. وحيد حامد زي ما انت قلت تقريبا ما عملش حاجة وحشة، بس دي يمكن الشخصية الوحيدة. واللي لفت انتباهي ده برضو كان صديقنا احمد شوقي، كنا عملنا اعظم 7 افلام وحيد حامد، واكتشفنا واحنا بنتكلم عن الفيلم ده ان دي تقريبا الشخصية البطل الوحيد اللي كتبه وحيد حامد اللي من الطبقة دي. معظم ابطال وحيد حامد بيبقوا عارف زي فيلم البريء، يعني افلام اللي هو المواطن العادي، ايوه عادل امام في ارهاب والكباب. دي بقى ايوه اول مره كان شخصيه راجل عنده نفوذ، راجل وزير، راجل في مكان قوه، فكان انت دراسه ما طيور الظلام للشخصيه دي. كان كده برضو، لا طيور بس طيور الظلام كان الظلام، كده برضو. بس طيور الظلام ابتدى فتحي نوفل كان بيتسلق، كان دخيل على العالم ده، انما في الفيلم ده احنا بادئين بيه اوريدي في مكان قوة وقاعدين بقى معاه. يعني ايوه يمكن ايوه اللي كان في طيور الظلام كده كان دور اللي هو كان المحامي الكبير، القاضي الكبير اللي كان اللي هو اسمه ايه، جميل نظيم، راتب، لا مش جميل راتب، التاني نظيم، اسمه نظيم شعراوي، نظيم شعراوي. نظيم ايوه شعراوي تقريبا، هو ده ايوه الليفل اللي احنا بنتكلم عليه. ودي ايوه دايما بحب انا الشخصيات دي، لان هي دي الشخصيات الشيكسبيرية. يعني لو تلاقي شيكسبير معظم ابطال مسرحياته ناس كده، هاملت، ماكبث، عطيل، اللي هم ناس اللي هم ملوك او في مراكز قوه، حكام في نفوذ معين، السلطه. فده دايما بيديك شكل تاني ورؤيه تانيه كده اكبر من الواقع تحس. فشخصيه احمد زكي في الفيلم ده كان في النقطه دي، وهنتكلم عن التيمات المختلفه. فده طبعا كوحيد حامد. كسمير سيف، سمير سيف بيفكرني قوي بالمخرج الامريكي سيدني لوميت، اللي هو السهل ايوه الممتنع، اعمل اي حاجه جدا يعني، ايوه شغال لعقود، اكشن تلاقي، دراما تلاقي، رومانسي تلاقي، وما تحسش ان هو ايه، كوميديا كوميديا تلاقي طبعا. ومش المخرج اللي هو مسلسلات. كله ما عملش حاجه، يعني مفيش حاجه ما عملهاش. ومن المخرجين الاسلوب بتاعه بيتاخد من القصة مش العكس. يعني في مخرجين ايوه زي يوسف شاهين بيفرض اسلوبه على الفيلم، سمير سيف بحس ان لا، زي سيدني لومات مش كده. سيدني لومات اللي هو لا، انا القصة عايزة ايه، التون بتاعها ايه، انا هظبط نفسي على الاساس ده. فهو ده سمير سيف، اتكلمنا عليه اول ما رجعنا تاني بالمشبوه وكده. فسمير المشبوه سيف طبعا طبعا يعني مشوار طويل قوي. كان واحمد صنايعي زكي قوي. جدا جدا شاطر بكل معنى الكلمة يعني. واحمد زكي طبعا زي ما انت قلت خلاص بقى كان التوب اوف ذا جيم، الله يرحمه. يعني دي كانت الفترة اللي كان خلاص التوب فيها، مع ان حسيت ان في رواسب من اداؤه في السادات. يعني حتى في طريقة كده بحس انها لسه ما تخلصش منها تماما، بس انا عجبني جدا في الدور ده. وفي حاجة هنتكلم عليها لما نتكلم في شخصية احمد زكي في الفيلم ده بالذات. فده كده في المجمل الدخلة الأولى للفيلم ده. وطبعا احنا دايما بنبتدي او بننهي الفيلم او نقاشنا، يعني الفيلم ده ينفع يتعمل دلوقتي ولا لا، فبرضه اكيد لا. فكان واحنا بنتفرج، وانا بتفرج عليه كنت عمال اقول ما هو طبعا لا يمكن نعمل افلام مهمة انيمور لو احنا مش عارفين نتكلم بالطريقة دي او ننقد بالشكل ده او يبقى عندنا النظرة دي. طيب تعالى قبل ما نخش بقى على تسلسل الاحداث، تعالى نتكلم شويه على هشام عبد الحميد، لان هشام عبد الحميد بحس ان هو كان ممكن يكون عنده مستقبل فيه يمكن نجوميه اكتر من كده شويه، معرفش، حاسس ان موهبه كبيره جدا، بس يمكن ما خدتش الفرص اللي كان المفروض تاخدها. كان في اعتقد كان اصدقائنا في ستاره فنيه كان بيقولوا ان محمود حميده جه واخد كل الادوار اللي هشام عبد الحميد كان المفروض ياخدها، يعني هما نفس الشكل، نفس تركيبه الجسم، نفس اللون كده، اي بس انا محمود كتير كنت حميده غطى بحطهم لوكشة مع بعض، هما الاثنين لما طلعوا مع بعض تقريبا يعني، بالظبط. وشكلهم في شبه من بعض، وجسمهم وطولهم وكده في تشابه كبير بينهم. بالظبط. فايه رايك فيه؟ يعني طبعا في الفيلم ده هو كان ممتاز، اللي هو سلايمي كده، اللي هو مش الشيطان، مساعد الشيطان، الخادم بتاع الشيطان. وفي حاجه كمان
يعني لاحظتها ان دايما في مراكز القوه دي، انا بطبيعه شغلي اشتغلت كتير قوي كمستشار اعلام يعني ميديا كوميونيكيشن كونسلتنت مع وزارات كتيره في بلاد كتيره. شفت النوعية دي؟ شفت النوعيه دي، مش قصدي فكره اللي هو الشخص الفاسد وكده، بس قصدي فكره ان نمبر 2 اقوى من نمبر 1. يعني دايما يعني حتى تلاقي في وزارات معينه ممكن الوزير وزير يروح ووزير تاني يجي بداله، بس دايما رقم 2 هو اللي ماشي الدنيا، هو اللي موجود، ده هو هي اللي دي دايما المشكله موجود. الاساسيه. احد مشاكل الاداره في مصر هي الميدل مانجمنت، ايوه اللي هم زي الجدع ده كده في الفيلم، اللي هو عطيه عصفور ده، لان دول بيبقوا عاده بيتغير عليهم القيادات اللي فوق. غالبا القياده اللي فوق بتيجي من بره الوزاره، وده مكمل، ده اللي عارف، ده اللي بيوجه، ده اللي بيبقى اكتر يعني عايز هو يمنتين مكانه، فبيبقى يريح اللي فوق، لكن في نفس الوقت هو مانيبوليتيف يعني، وما بتبقاش اجندته دايما خدمه المصلحه العامه قد ما تبقى خدمه بقائه هو في هذا الموقع. وعارف الناس كلها فانا في الإدارات كلها بالظبط بالظبط بالظبط، انا اشتغلت في يعني في في في, في وظائف في الاداره، يعني غير موقعي كاستاذ في الجامعه، اشتغلت في ولا زلت اشتغل في الاداره في حاجات يعني متعلقه بطريقه غير مباشره بشغلي يعني. ودايما هو مش كل الناس اللي بدل مانجمنت اللي اشتغلت معاهم وحشين، بالعكس في ناس كويسين جدا بالظبط. وفاهمين الشغل وبيساعدوا، ولكن يعني في كثير من الاحيان بيبقى الميدل مان ده هو، مش في كثير، ده هو في اغلب الاحيان بيبقى هو ده الميدل مانجمنت دي، او الاداره الوسطى هي اللي بتبقى فاهمه كل حاجه. يعني احنا في تغيير وزاري حصل قريب في مصر، جابوا وزراء كتيره من بره الوزارات اللي هم ماسكين. انت عايز تفهمني الوزير الجديد ده هيعرف يعمل حاجه من غير ما يبقى عنده واحد زي عطيه عصفور ده هو اللي بيوجهه وبيمشيه؟ طبعا لا. بالظبط. وفي شخصية تانية برضو اللي كان في أول الفيلم، اللي كان المساعد بتاع عمر الحريري، اللي هو اللي نصحه نفس ولا الكلام، خليه ومش عارف نفس إيه بالظبط، هو نفس وابنه، هو ده الكلام القرار، نفس هو الكلام كان قرار الراجل ده مش قرار رئيس الوزراء، اي بالظبط بالظبط بالظبط، فلعب الدور ورسم حلو له يعني جدا يعني. وقال له يعني حتى يعني اذا مشي كويس اهو مشي كويس، واذا وحش في اول تغيير هيتغير. صح انتهى الامر ان عمر حليل هو اللي روح، وده اللي بالظبط. كمل، اللي هو رأفت رستم يعني، اللي هو شخصية احمد زكي يعني. بالظبط. وعمر الحريري طبعا من الناس اللي يعني طول، بس هو بيظهر بحبه يعني، عارف في كده ألفة كده ليه طلة المساعد حلوة، ما تشوف، اه جميل جدا. وفي الدور ده برضو ليه طلة حلوة قوي. ظابط قوي اداؤه بشكل جميل، بشكل تحبه وتحترمه في نفس الوقت. فعمر الحريري برضو يعني ذكريات كبيرة قوي يعني. طبعا طبعا، واحنا يعني ابتدى في اواخر الاربعينات بدايه الخمسينات، كان من اول افلامه كده فيلم اسمه بنت الجيران، كان من اول فيلم ظهر فيه فؤاد المهندس، كان عمر حريري وفؤاد المهندس وشاديه، كان فيلم لذيذ جدا وكان دمه خفيف قوي يعني. حلو ده فعمر اكيد. حريري يعني ممثل من الناس اللي هم يعني، وحتى بيسموه ساعات في امريكا كاركتر اكتر، ان هو يعني كان ليه برضه نمط صح معين كده هو بيطلع فيه، وعمل زي برجس ميردث كده، اللي هو بتاع فيلم روكي، اللي هو شوف عقود من التمثيل يعني، من صح سنه 15 لحد هو توفى سنه 11، اسف، من نهايه الاربعينات وبدايه الخمسينات، خمسينات ستينات سبعينات ثمانينات تسعينات، ويمكن النص الاول من بعد ما بعد سنه 2000، يعني اكتر من 50 سنه بيمثل، صح. سكر مسك هانم، اذاعه انا وتلفزيون، بفتكر له وسكر قوي هانم سكر هانم، دي اكتر من فريد اكتر الادوار اللي فريد ابن اختي، بحبها. فريد ابن اخويا، انا فتافيت السكر، ايوه صح، لا جميل جدا. فتافيت السكر الشهيره بياسمين. ايوه بالظبط. آه، انت ذكرت خالد حماد برضو. خالد حماد يعني مش صدفه ان كل ما نتكلم عن فيلم مهم بالذات في اخر 25 سنه يبقى خالد حماد هو اللي عامل المزيكا بتاعته. الراجل ده عبقري برضو في المزيكا، وزي ما قلت المزيكا بتاعته هي فيها حته كده فان فيرش كده، حالمة كسلطه وحاجه مهمه وحالمه، وبعدين بتتحول بقى الحلم ده بيتحول لكابوس، عارف، زي يكون عناكب كده عماله ايه بالظبط بتطلع كده في بالظبط، كوابيس، شياطين داخلية. بتقلب في نفس الجمله يعني، جمله موسيقيه واحده بالظبط. برافو عليك، شياطين داخليه، بالانر ديمونز دي، الواحد كده وبعدين تتسحب تتسحب تتسحب، فانه يوصل لك الاحساس ده بالمزيكا. لا خالد حماد جميل جميل يعني. طب انا برضو محتاج اسالك على مدير طيب التصوير، تعالى لان دلوقتي الفيلم ده نتكلم، نمسك الفيلم، اقول لي اه اتفضل. معلش هو في لاج شويه يا جماعه، فلو بس لا في لاج صغير بس في المكالمه عشان كده يبقى في صمت خفيف كده، سوري جو اهيد. انت عايز تمسك بقى يعني عناصر الفيلم وتتكلم عنها، فشوف عايز تبتدي بايه. اه اتكلمنا على مدير التصوير. مدير التصوير رمسيس مرزوق، يعني انت برضو يعني كلمني عنه شويه، لان انا الفيلم ده
لما احنا كنا عملنا حلقه قريب عن فيلم ارض الخوف، واحد الحاجات اللي عانيت فيها مع الفيلم واللي صناع الفيلم نفسها وابطال وبطل احمد زكي اتكلم فيه، الصوره والصوت كانوا يعني مش ماشيين مع نفس جوده التمثيل والكتابه بتاعت الفيلم. لكن هنا الفيلم الحقيقه الصوره والصوت يعني قمه في الروعه، رغم ان هما الفرق بينهم 3 4 سنين. فبرضه يعني كلمنا عن رمسيس مرزوق، لو انت عندك اي معلومات تحب تقولها عنه. يعني رمسيس مرزوق انا فتحت الفيلموجرافي بتاعته قدامي دلوقتي، طبعا راجل عمل كمية حاجات غير طبيعية، اضحك الصورة تطلع حلوة، المهاجر، اشتغل مع اسمه ايه ده، مع يوسف شاهين كتير قوي، الرئيس عمل عمر معاه حرب، المهاجر، اسكندرية حين كمان، وكمان ميسرة، هي شحاتين فوضى، ونبلاء، يعني لا افلام قوية جدا، قاهر الزمن فين بحبه قوي بتاع كمال الشيخ، الطاووس فيلم تاني برضو كمال الشيخ بحبه جدا. فهو راجل تحس ان هو مصور فنان، يعني مش مصور مجرد يديك مثلا حاجة واقعية وخلاص، لا بيضيف حاجة كده فنية جميلة، في عنصر فني حلو كده في افلامه. الفيلم ده ما فيهوش استعراضات كتير قوي للتصوير، بس ديفنتلي لما بيحول لك من الواقع اللي هو فيه للكوابيس بتاعته بيعملها حلو قوي. كل المشاهد اللي في مارينا متصوره حلو قوي مع البحر وكده، تحس ان هي صوره نظيفه مش مكلكعه، بس ايوه صوره نظيفه لا وجميله خالص، يعني. مفيش فلاتر، مفيش حاجه يعني. الالوان المعالجه بتاعتها معموله حلو قوي، وكمان مكتوب هنا حد من اللي كاتبين اسمه استخدموا ستادي كام، فده ممكن يكون يعني برضو من اوائل الافلام اللي في مصر على الاقل استخدموا فيها الاستادي كام، لان واضح لا التصوير يعني الفيلم ده اتخدم قوي، اتخدم. وبعدين هو كمان انتاج الشركه المصريه لجنه الانتاج الاعلامي، يعني برضو انتاج فيه برضو في عنصر حكومه داخل فيه، يعني هو برضو مش انتاج خاص، ده ما انتاج ده اللي استغربته على الحكومة فكرة، زائد. أنا لما شفت ده استغربت، وحيد حامد، مش ما اي حد استغربت بيعمل كده، ازاي وحيد حامد ما هو وحيد الوحيد ما اللي بالظبط. يقدر يعمل حاجة زي كده، هو الوحيد اللي كان باتصالاته وبقوته وعلاقاته بوضعه في المجتمع وقتها اللي يقدر ان هو مش بس يعمل فيلم زي ده كمان يخلي الحكومة اللي تنتجه. تخيل الجبروت يعني. يعني لا كان قوي، كان قوي جدا جدا، وكل افلام عادل امام الحلوه اللي هو عملها دي هو الوحيد يقدر يعملها، لان هو واضح ان هو كان يعني بيواصل مع الوزراء وكان بيقدر يمشي. انا طلعت مره مع صديقنا احمد غانم، هو كان بيقدر يمشي على الخط الاحمر الرفيع ما بين ان هو يبقى معارض او يعني يبين الجانب اللي مش كويس في الحكومه او في القائمين على الحكم، بلاش الحكومه، القائمين على الحكم ونواقصهم الشخصيه، وما بين ان هو برضه ما يزعلهمش. يعني في فيلم الارهاب والكباب هو كان بيضرب ويلاقي، المونولوج او البريكنج ذا فورث وول اللي عمله كمال الشناوي، لازم تعرفوا ان الحكومه لهاش دراع عشان يتوي، هو كان عنده البالانس ده. لكن هو يعني هو الوحيد اللي كان بيقدر من كتاب السيناريو ومؤلفين وقته اللي يقدر ينجو او يطلع ان هو يعمل فيلم زي ده في كده ضرب تحت الحزام بالطريقه دي. قبل ما نخش على الفيلم من اوله لاخره كده، لو مشينا عليه، تعالى نتكلم على شخصيه احمد زكي في الفيلم، لان زي ما كنت بحكي لك قبل التصوير، شخصيه احمد زكي ما فيهوش حاجه تشفع له، يعني راجل فاسد ومرتشي وبيسرق وبينهب وبينام مع ستات غصب عنهم وبيظلم اهل بيته وبنته ومراته وبيخونها، ويعني في البدع، وكان بيكتب تقارير على مراته الاولانيه اللي هي شخصيه يسرى، حتى بيقول عمرك شفت سفاله اكتر من كده، يعني ما فيهوش اي حاجه ممكن تشفع له، ودي حاجه نادرا يعني دايما هو بتلاقي عارف حد انه سافل. بالظبط، ودي حاجه يعني مختلفه، ان دايما بتلاقي حتى في شخصيه زي كده تبقى في حاجه تشفع له، حاجه تحس ان انت ماشي ممكن تتعاطف معاه شويه. الحاجه الوحيده اللي خلتني متعاطف معاه هي احمد زكي، يعني هي اداء احمد زكي فيها تشارم كده وخفة ظل لا كده وبين كمان وخفة فولنربيليتي، وبين كمان فولنربيليتي، يعني هو ضعف، صح يعني هو باين لك ان هو برضه بيحاول، يعني لا 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 على الاقل معترف. يعني لما قال له عمرك شفت سفاله اكتر من كده، وقال لك انا كنت شاعر وكنت بعلم حاجلها دي بقى، العيال في دي بشتغل في حاجلها دي دي يعني مهمة قوي دي. يعني هو كان يعني زي ما انت بتقول اللي شفع لك احمد زكي طبعا طريقه تمثيله بتخليك تتعاطف مع الشخص ده وتخليه تحس بالفرنابيلتيز بتاعته، لكن هو برضه لا مفيش فايدة، برضه هو عمال
ينزلق وبتشوفه سلو موشن كل يوم. صح. فانا بالنسبه لي دي كانت حاجه ممتعه قوي ان احنا نشوف اللاوعي بتاع الراجل الفاسد. فكرني قوي بتوني سوبرانو اليومين دول عمال اتفرج على سوبرانوز بشراهه. فكره انك ازاي ان انت تحلل وتفصص الانتي هيرو بقى وازاي تفهم دوافعه ايه، فحلوه جدا دي. وطبعا فكره الفورمات بتاع الكوابيس دي يعني اداه ذكيه جدا. عجباني قوي. يعني اداه ذكيه جدا انت توري الشخص ده المخاوف عامله ازاي، زي ما قلت الشياطين الداخليه دي عامله ازاي. فاداه ذكيه جدا من وحيد حامد. هو طول عمره بيحب فكره الاحلام من ايام اللعب مع الكبار، ويعني والمنسي الثيمه بتاعه ان انت في الواقع اللي بيحصل وفي نفس الوقت في حاجه بره عالم الواقع بتاعنا ده، بس ليها ريفلكشن، ليها تاثير على اللي بيحصل. ذكيه جدا. فقولي رايك في استخدام الاداه دي، الاداه الدراميه دي في حكي الحدوته. انا اولا هو من خلال الـ 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 الاحلام انت بتعرف ايه الشياطين اللي جواه، وهو كان فيه كذا كابوس، وكل كابوس بيعكس بلوى من اللي هم عملهم في حياته. يعني اول حاجه فكره ان هو مش عارف ينام، وكل ما ينام يجي له كابوس دي فكرتني كان في فيلم لو تفتكر اسمه فلات لاينرز القديم بتاع ايوه بالظبط، لما كانوا شويه شباب كده عايزين يجربوا ايه اللي هيحصل لما يموت، وكل واحد فيهم بعد كده لما رجع بقى يجيله كوابيس على الحاجات الوحشه اللي هو عملها في 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 حياته وهو صغير. فهو برضو لو قسمنا الكوابيس في الكابوس اللي هو بتاع ان بنته بتطير رقبته لان هو عنده مشكله مع بنته، ان هو يعني خلاها تتجوز واحد غصب عنها وخلاها تسيب اللي هي بتحبه بسبب ان هو اللي هي بتحبه ده كان فقير، فخلاها تتجوز بنت واحد غني وفي الاخر طلعت جوازها مش كويسه، واللي هي سابته ده اتجوز وخلف ومضى قدما في حياته، وهي بقت قاعده عندها يعني احساس بالريزنتمنت والاستياء من باباها ومش طايقاه، فهو حلم انها بتطير رقبته. في حلم تاني لما كان مأمور سجن، انا ده اللي عجبني قوي، لما كان مأمور سجن والستات كلها مسجونه، اللي هو بقى بيمر عليهم في السجن وبيوشش واحده فيهم كانه يعني بيغويها او كده، وفي الاخر هم تلموا عليه يا اولاد الكلب فهو تلموا عليه وضربوه. الحلم الثالث لما هو فقد صوته ومش قادر يعبر عن صوته، دي برده كانت في منتهى الجمال، وهم وعياله بس كل اللي عايزينه منه ان هو يقول لهم الفلوس فين، وفي الاخر لما ماتوا مش عايز. يعني هو كل حلم بيعكس شيطان من الشياطين، شيطان لكل فعله عملها في حياته او عمل اسود عمله في حياته. يعني هو بالظبط كده اعماله السودة جايه وراه بتطرده لدرجه ان هو ما بينامش. المكان الوحيد اللي هو نام فيه بنوع من الـ من الـ من السكينه يعني هو المسجد او الجامع يعني. والتخشيبه هي انا عجباني قوي، ودي نقطة والتخشيبه بالظبط والتخشيبه. حتى في قصه دايما يقول لك لو انت عندك مش فاكر قصه ايه، لو عندك اتنين مشتبه فيهم وحطيتهم في السجن عشان يتحاكموا تاني يوم، لواحد نايم وواحد صاحي، اللي نايم تعرف ان هو ده المجرم لانه خلاص يعني عارف ان هو في المكان اللي هو يستحق يكون حلوة فيه. دي. فهو أيوة فعلا كده يعني هو نايم مطمئن في التخشيبه لان هو ده مكانه، هو ده المكان الطبيعي بتاعه، والجامع طبعا او المسجد عشان هو بيت الله، فيعني المفروض ان فيه شفاعه وكده. فبرضه دي يعني ممتاز ذكاء من وحيد حامد ان هو يوصلها لك بالطريقه دي. ما مش حد يقول لك انت نمت هنا علشان انت اصلا تستحق، لا هو راجل بيحاول ينام ومش عارف لحد ما ينام جوه التخشيبه. فيعني برضه وحيد حامد مش سهل خالص يعني. وبعدين انا كان بيعجبني كمان لما كان يقدم لك الحلم، مش يجيب لك مثلا ان هو بيحاول ينام وينعس وتبتدي بقى تظهر الشكل الكليشيه بتاع الحلم ده ديزولف ولا حاجه، لا هو بينقل لك لمشهد تاني وانت بتعتقد ان ده مشهد عادي، وتلاقي ايه ده، ايه التطور اللي بيحصل ده، ومره واحده هو يصحى من النوم. فكان بيعجبني الطريقه اللي هو بيدخلك بيها جوه الحلم، تحس ان هو مشهد من ضمن الحياه العاديه يعني، مش بقى يعني الا طبعا مشهد الساحر وكده ده اللي كان واضح ان هو مشهد فانتزي كده، لكن في مشاهد في ما كانش بي 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 بيقدم لك الحلم في الاول على انه حلم، بيفاجئك بيها بعد كده لما بتخش جواه يعني. صح. بص هو بيفاجئك، وفي نفس الوقت بما ان احنا اتكلمنا على رمسيس مرزوق وسمير سيف، في كده يعني هنت صغيره ان في حاجه مش مظبوطه يعني في الاول خالص، اللي هو لما بيقولوا بتاع
حاجه بتشتبي فيها لما جم عشان يحاسبوه ودخلوا البيت عنده وبعدين اخدوها عشان يحققوا معاه، وفكره المروحه شغاله فوق والنور جاي من عند ايوه المروحه انا عجبتني قوي الحكايه دي. والزوايا، الزوايا من الكاميرا كده تحت، فجايبها كده وايد انجل كبيره شويه. فهو زي ما انت قلت بالظبط، هو ما فيش بقى الترانزيشن التشيزي اللي هو فجاه بلوري، بس في نفس الوقت بيحطك في حاجه كده فيها عدم اريحيه كده، انت حاسس ان في ايوه حاجه مش صح مظبوطه. فدي صح شطاره جدا صح طبعا من المخرج ومدير التصوير طبعا ان يدخلك في طبعا المود ده. طبعا. تعال نتكلم على البدايه بقى، لان برضو من احلى البدايات ازاي ان هو سيكونس ده جميل. بنى لك البدايه اصلا قاعدين بيتعشوا مع بعض ومش عارف ايه، واحمد زكي عمال بيلسن اوريدي على الوزراء التانيين اللي هم تم اختيارهم، فبيقول كلهم هايلين زي المحشي بتاع فوقية، يعني لا رمي وابتدى يقول لك اتنين تلاتة منهم مش يعني بس مش عايز يتكلم يعني. بالظبط. فاوريدي ابتدينا كده. وبعدين بقى طبعا الغلط اللي حصل ده، الخطأ اللي حصل ده برضو معمول حلو جدا. معرفش هل قوي دي، وانت بتفهم اكتر مني في الحاجات دي، هل حاجة زي كده حصلت قبل كده في الحقيقة في تاريخ مصر الحديث او ال والله اقول لك حاجة ما استبعدش، لان انا عارف يعني زي ما كلنا عارف، انا مش عايز برضو يعني ياخدنا الكلام على سياسه، لان من تاني سينماتولوجي مش مكان للسياسه، لكن الوزراء في مصر يعني مش دايما بيختاروا على حسب كفاءة. كفاءه او كارير سياسي سابق او كده، يعني في ناس كده يقول لك ده كارير بوليتيشن، وفي يعني في بالظبط، نوعين من من زي الوزراء ممكن السفرة، يجوا، يا اما هو السفرة كده زي برضه. يعني بالظبط، يعني في نوع يعني في رايي انا مش ما بحبش اتكلم في سياسه، ولكن او ما بحبش اتكلم في سياسه هنا يعني، ولكن هو في نوعين من الوزراء، في واحد ممكن وزير يجي اسمه كارير بوليتيشن، هو بوليتيشن بالمهنه، زي كده مثلا شخصيه كيفن سبيسي اللي هو فرانسيس اندروود في المسلسل بتاع نتفليكس هاوس اوف نسيت كاردز ده، اسمه. هاوس اوف كاردز هو كان كارير بوليتيشن، كاريره البوليتكس. وفي وزير ممكن يجيبوه ان هو تكنوكرات، يعني هو وزير مثلا وزير كهرباء، وزير اتصالات، وزير تعليم، أو جاي من القطاع يجيبوه لان الخاص هو مثلا. او جاي من القطاع الخاص زي اللي جم قبل الثوره، لان هم ليهم يعني باع في حته معينه في الاقتصاد او في الاصلاح الاقتصادي، بانكر مثلا، فيجيبوه. هي النوع ده من الوزراء، لكن انا ما استبعدش ابدا ان هو فعلا في وزير ساعات بيبقوا مش عارفين يجيبوا مين، يا عم هات اي حد وخلاص يعني، هو يعني ويبقوا عارفين انها يومين ثلاثه، سنه اتنين ثلاثه وهيتغير، وبالاخص لو وزاره ما هياش يعني وزاره مهمه قوي او وزاره سياديه قوي، مجرد بس الاستيفاء الشكل العام للحكومه. واللذيذ ان هو في الفيلم ده كمان هو برضه ما قالكش وزاره ايه، لان هي مش بالظبط مهم هي وزاره ايه، صح. هي الفكره العامه بتاعت الدوله بتدار ازاي، والوزراء يبقى كاريرهم عامل ازاي قبل ما يجوا، ولما بيجوا بيبقوا عاملين ازاي، وفي نهايه التينيور بتاعهم او فترتهم في الوزاره ايه التغيرات اللي بتحصل عليهم هم شخصيا وعلى حياتهم وعلى اللي حواليهم. فانا ما يعني اصدق ان ممكن وزير يجي بالطريقه دي يعني. الحتة دي معمولة بذكاء جدا وبشطارة إخراجية حلوة جدا. وبعدين الكريدتس بتبتدي مع إن هو بيحلف اليمين الأول، وبنشتغل عليها بقى، والكريدتس بتنتهي مع الترم التاني بقى، وبتشوف بالظبط، أصلا ان هو حد بيحلف اليمين في يعني استمر في منصبه يعني. بالظبط استمر في منصبه، وبتشوف حتى التغير على البادي لانجوج بتاع أحمد زكي وهو بيسلم على الرئيس. في الاول كان كده زي كان سبميسيف مكسوف كده كده، وبينحني، وصار وفي التانية لا، هو ظهره معمول يعني ساند ظهره وبثقة. فحتى يعني بذكاء شديد في كام دقيقة بيقول لك مش بس ان هو مشي حاله زي الفل، بس هو شخصيا كمان صدق نفسه بقى قوي، والسلطة فعلا دقها وعرف طعم النفوذ وعرف طعم الثقة وتودك بقى بجد. ف سيكونس جميل كتابة. قوي كنت قوي. بتسألني قبل كده هل ده اختيار مخرج، ده مخرج ولا ايه؟ ده اكيد مكتوبة كده، اكيد وحيد حامد يعني كتبها كده وسمير سيف نفذها بالحرفية الشديدة دي. يعني تتابع المشاهد اول ما هو حلف اليمين وقامت نزلت المزيكا بقى وابتدت الكريدتس تيجي وابتدى بقى الاخر باك الاول، وهو بيجي له الخبر في كان في مره كده كان راكب عربيه بسيطه، لا يعني ايوه وهو بالظبط رايح يحلف اليمين، رايح سايق عربيته وعربيه بسيطه يعني، مش عربيه غاليه ولا حتى معاه سواقه، هو اللي سايق العربيه بنفسه،
وابتدي بقى يتطور وينتقل الى فيلا كبيره، ويبقى بقى طبعا عنده انتوراج، وبعد كده يبتدي بقى ان هو بيظهر وبيروح الروتري وبيروح مش عارف ايه وبيروح ندوات وبيفتتح مش عارف ايه. فخلاص بقى يعني بيقول لك يعني ان هو بيصعد السلم السياسي يعني، وينتهي الامر ان هو ان هو ايه بيحلف اليمين ان هو مكمل، واللي خرج من وزاره هو الوزير اللي علمه اللي عينه. فالسيكونس ده انت قلت لي لو عايز تتعلم كتابه سيناريو اقرا او خش على استوديو بايندر اللي هي الصفحه اللي او القناه اللي على اليوتيوب دي. فواحد من الفيديوهات اللي انت بعتهم لي قال لك ازاي تستحوذ على اهتمام القارئ او المشاهد في اول 10 صفحات من اي سيناريو، سواء عشان انت بتقدمه لحد ينتجه لك او يخرجه لك، او لان انت عايز ناس تتفرج عليه. فالفيلم فعلا اول 10 دقايق شدك وسحبك من غير ما في كلام، ده مزيكا وشويه مشاهد متقطعه. فيعني البيسنج بتاعه مع المزيكا مع تسلسل الاحداث ده لغه سينمائيه في منتهى الجمال. عشان كده بقول لك الفيلم ده كل عناصره كله كان فورمه قوي قوي ومركز قوي، ويعني معلمينه قوي صيع قوي قوي كلهم. عجبني قوي كمان قبل ما المزيكا تخش تحت التراد، لما كان بيقول اقسم ان احترم هذه الصدفه، جميله برضو الحوار. وحيد حامد عبقري هذا الشعب. هذا الشعب المكافح يعني فعلا يعني he's a satirist of the highest order. وحيد حامد ده مش يعني عنده فكره مش ممكن. الساتاير والسخريه السياسيه فظيعه، يعني ما فيش اي حد في عندنا بيعمل احسن منه. يعني انا عجبني قوي المشهد لما عطيه دوت بيقول له احنا لازم نزور الدكتور الاحمدي، قال له ليه؟ قال له ولا حاجه، بيتكلم كتير وبيقول على سيادتك كلام مش كويس، قال له تبقى الزياره وجبه يا عطيه. وراحوا له بقى في المزرعه بتاعته، وجاب لك بقى شوف جاب لك التاني بعد ما كان وزير قاعد بقى لابس بلطو كده مهدل كده ولابس برنيطه، خلاص يعني لو بالبلدي لابس جلابيه بقى، قاعد في المزرعه كده وخلاص وما بيعملش حاجه. وبعدين اخر مشهد قال له لو سمحت ما تجيبش سيرتي تاني، لان دي حاجه لا هتكبرك ولا هتصغرني. الكلمه دي عجبتني جدا. انا قلت مثلا هيهدد ولا بتاع، بيقول له ما تجيبش سيرتي تاني لان دي حاجه لا هتكبرك ولا هتصغرني. قال له خلاص يا رستم بيه. يعني حوار مكتوب، يعني كل كلمه كل بانكتويشن، وطبعا بقى تنفيذ الكلام ده من الممثلين في منتهى الجمال. يعني احمد زكي وازن كل مخارج الحروف، لغته حلوه قوي، كل كلمه بيقولها انت فاهمها، كل كلمه بيقولها بيوصل معناها ببادي لانجوج، بتمثيل رقيق جدا ولكنه فعال جدا. يعني فعلا كان يعني قمه الفورمه بتاعته. صح. لو كمان يعني انا في كلمه انت عجبتني قوي انت قلتها زمان اللي هي الايكونومي، يبقى عنده ايكونومي اوف موشن وايكونومي اوف ووردز. فعلا وحيد حامد الحوار بتاعه ايكونوميكال، يعني اقتصادي جدا، هو مقل ودل فعلا، حاجه لا هتكبرك ولا هتصغرني، بس هو مش محتاج بقى خلاص. الرساله وصلت، مش محتاج يقول لي انا بقول لك اهو بحذرك ومش لا خالص، كلام عادي زي احنا بنتكلموا كده، بقول لك ما تجيبش سيرتي تاني. وكمان فكره عمر الحريري في المكان اللي هو فيه عنده اسطبل بيزرع خيار وطماطم، اختيار البرنيطه اللي لابسها يعني برضو مرسومه، تحس ان فعلا حد قاعد في البيت وحد كان وزير سابق واتنسى. عنده لسه انتراج صغير، ربع انتراج يعني لسه موجود. ربع انتراج يعني عارف. فبرضه حتى يعني انك ترسم الشخصيات الثانويه وتفضل راسمها لحد الاخر، مش تنساها وخلاص وتجيبه مجرد في اوضه لا ده حطه في المزرعه، كان ممكن يجيبوا لك راح له بيت مثلا، يجيبوا لك قاعد في بيته راح له البيت يسلم عليه وخلاص، قاعد في صالون لابس روب ولا بتاع. لا هو يعني عايز يبين لك يعني ان هو يعني لان هو برضو خلي بالك برضو عايز يقول لك برضو ان هو عامل مزرعه، قال له انت المزرعه دي جبتها منين؟ ما كلهم بقى بيرموا على بعض يعني. المشهد اللي بعده ده كان قبله بقى المشهد بتاع الكابوس اللي اتكلمنا عليه، وفي مشهد بعديه برضو حلو اللي هو لما بيروح الحفله بتاع الروتري وجنبهم في فرح وفي الرقاصه وفي شخصيه ميمي جمال، وبنعرف هنا بقى مدى قذارته اكتر واكتر بقى، بنعرف ان عطيه ده هو القواد بتاعه يعني، كمان هو بالزبط اللي بيجيب الستات بالصغيرين. حاجه منتهى السفاله زي ما بيقول. بس متورنشه كده عارف، فارنشت كده يعني متلمعه، بس تحتها كميه سفاله. انت دايما تقولها شوبه، انت دايما تقولها شوبه دونت تل
بالظبط، انت بتاخد الاحساس القذر ده سوري يعني من اللي انت ايوه شايفه عارف. ايوه فبرضه معموله حلو قوي. وبعدين الحاجات دي موجوده يعني، الروتري، حفلات الروتري دي اكيد انا وانت عارفين ايوه هم كده يو فعلا. مش قصدي على ايوه السفاله، مش قصدي على كده خالص، انا قصدي ان الروتري كان يعني في كده حفلات they're very كده ايه بتاعه الكريم بتاعه السوسايتي موجوده ومرسومه بشكل معين، بس جايبين لك ده طيب وجايبين لك في الاوضه اللي جنبها في حاجات تانية بتحصل. فيعني بالظبط برضو رصد لماح جدا من وحيد حامد، لان ممكن في اوتيل يبقى عندك قاعه كده وجنبها قاعه كده، ولدرجه بالظبط كمان في شخصيه جت جايب راجل جايب معاه واحده بنت يعني وخلاص. ف قال له ياخدها بالظبط، تخيل يعني. انا عارف انت تسمعها تاني اللي هو بيلمح لنا ان الوزير ده بي بي ما بيميزش، ممكن يروح ياخد مرات واحد اللي هو عايزها. فاحنا وصلنا بقى يعني مش بس ان هو بينام مع اي حد، ده هو ممكن يفرض على واحد انه ينام مع مراته. فانت يعني فاهم قصدي، وصلنا لدرجات غير طبيعية للسفالة. عشان كده بقول لك صعب ان انت تتعاطف مع احمد زكي، غير يمكن زي ما انت قلت فكره الضعف اللي عنده او vulnerability دي، بس لو فكرت فيها فعلا ما فيهوش اي حاجه تشفع له. انت بتشوفه بينزل قدامك سلو موشن سلو موشن، والاحلام بقى اللي بيحلمها دي. انا مثلا عجبني قوي الحلم لما صوته راح، يعني هو حتى مش قادر يعبر عن نفسه ويقول لهم انا عندي 150 مليون دولار. يعني كل ده هو بيقول لك يعني الاعمال السوداء ابتدت تجي له كارما. وبتطارده، ومش هينام ومش حيوري مش هيشوف النوم، وخلاص حاسس ان هو بيفقد صوابه وبيفقد، ولان السليب ديبريفيشن ده يجنن اي حد. يعني حتى في لما كانوا بيعذبوا، قال لك الامريكان لما كانوا يعذبوا اللي هو السليب ديبريفيشن ده عشان يخليه يعترف وينهار، فهو خلاص يعني فقد، خلاص قال لك خلاص ودوني لدكتور نفساني. بس برضه قال لك السياسيين ما ينفعش يروحوا لدكاتره نفسانيين، لان احنا لازم دايما نبدو اقوياء، ويعني ما بنتهزش وكالجبال يعني. وهنا بقى ظهر بقى البلوت تويست ان هو بعت مكانه عطيه صح او المساعد بتاعه يعني. صح المشاهد بتاعت مارينا زي ما قلنا حلوه جدا، تحس ان هي جت تغيير قوي كده من الزخم ده بتاع خلي بالك، ده القاهره. ايام العز بتاع مارينا، ايام بالظبط، العز ايام كانت قبل مارينا ظهور بقى مارينا. ما بعد مارينا. صح طبعا يعني دلوقتي بقت مارينا خلاص دلوقتي يعني تراجعت يعني انا لسه بروح يعني، ولكن هي دلوقتي بقى في حاجات اجدد واحلى اشياء، لكن في وقتها دي كان حته الوزراء، لسان الوزراء ده بس اللي يهوب، صح او اللي بس يعني الحته دي كانت يعني حته مقفوله على الفئه المجتمعيه ده اهي، وكلها العربيات الجيب اللي هي الشيروكي دي اللي السوداء اللي كانت بتحرس السياسيين في الوقت بين سنه 2000 و2010 لحد ما قامت 2011. هو خلي بالك ان كل ده هو اللي وداك ل 2011، يعني هو كل الاساليب الحكم دي والحكومات اللي جت اللي كان كثير من السياسيين فيها بالمنظر ده هو، والوزراء فيها وصناع قرار بالمنظر ده هو اللي ايفينشولي تراكمت كل الحاجات دي ودتك ل 2011. المشهد التاني بقى اللي بحبه وعايز اقف عليه شويه، احنا قلنا اتكلمنا على فكره الجامع وان هو عارف ينام، عارف ينام في الجامع. المشهد التاني اللي بحبه قوي لما يبقى عايزين يجيبوا حشيش ويروحوا القسم اللي فيه حجاج عبد العظيم انا ما بحبوش، مسخره. ما عجبنيش قوي، والله لا ما بالعكس، يعني ضحكني جدا ما اعرفش يعني. حجاج عبد العظيم حجاج هو لما اللي بيجي له، حجاج كويس. ما هو ده لما بيجي له المكالمه بالليل هو نايم مع مراته لا بتقول له في ومراته ايه ومراته يا لا بص لها الشاي، لا تقول له بتقول في ايه يا مش عارف يعني، بيبص لها كده يعني. مسخرة مسخرة. لا وبعدين في مشاهد انت تتخيل ان هي مكتوب في السكريبت امتى تقول كده، يعني تحس ان هو بيكلم جملتين وهي مستنية الكيو بتاعها ان هو يقول الجملة فتقول في ايه في ايه، يعني متخيلة في السيناريو مكتوبة بعد الجملة دي انها تقاطعه وتسأله في ايه وهو لش. فلا يعني ضحكني جدا. وتاني يوم هي الصبح انا بقى عجبتني قوي، هي قطعته 3 مرات، انا بالظبط عديتهم، صح، مره قال لها ش، ايوه ومره قال لها ش بصوره اسرع، ثالث مره
بص لها وخلاص ما قالش يعني زهق بقى مش يعني وهي جايبين واحده يعني لازقه في الطريقه بتاعتها يعني. لزجه ومش جايبين ممثله يعني، يعني جايبين واحده يعني انونيمس مش عارفين اسمها ايه، صح. بس اجادت، والزاويه اللي حاطين جدا. عليها الزاويه على السرير وهو بيتكلم في التليفون وهي نايمه وراه وايجر قوي وحشريه قوي، ففعلا مستفزه يعني. فعجبتني دي، وعجبتني بعد كده لذيذه لما راح الصبح ولا فعلا هو وبيعملوا الفطار، فطارك ايه يا باشا؟ لله الامر من قبل ومن بعد. بالظبط. فظريفه جدا، وبتاكد فعلا الكونسيبت بتاعت ان يعني هو ده مكانه الطبيعي، عشان كده عارف عشان ان كده هو نام. ينام، عشان هو عشان كده عارف ان هو ينام هناك. وبعد كده بنوصل بقى طبعا في كلمني عن المشهد بتاع يسرا، انت كنت اتكلمت عليه انه كان عجبك، طبعا. كلمني ايه اللي لا عجبك فيه؟ يعني اللي عجبني فيه مفيش فيه كلام كتير. اولا هو رايح، هو عارف عملته، و acknowledging او يعني معترف بيها، ورايح لها واضح انها قالك دي اكتر ست حبيتها، ففعلا في هيام في 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 نظرته ليها، ومصدق انه شافها وشه نور. لكن هي لا تحمل له الا كل الاحتقار، هي مش كراهيه، هي احتقار. يعني حتى هي شايفه ان هو غير جدير بالكراهيه. الكراهيه ده برضو مشاعر، لان الكراهيه عاده بتيجي من الحب، ان حد كان بيحب قوي بعد كده بيكرهه. لكن هي شايفه ان هو غير جدير بالكراهيه، وان هو كل ما هو جدير بيه هو الاحتقار. وبيقول لها انت اتجوزت، انت المفروض ما اتجوزش يعني ولا ايه؟ وان هي يعني اللي جوزته ده برقبتك، يعني ما معناه ان هو برقبتك، يعني بضفره برقبتك، فما تتكلمش عنه ولا 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 تسال هو مين اصلا، لان انت ولا حاجه بالنسبه له. فهي لا تحمل له الا كل احتقار. وهو قام سوري يعني زي البوبي، ما فتحش بقه، ما قالهاش انت قللت الادب، هو قام زي البتاع كده مشي، قعد حكى له، قال له دي كانت مراتي وانا كنت بكتب فيها تقارير، عمرك شفت سفاله اكتر من كده؟ بس خلاص باين لك ان هو يعني هو معترف انه سافل وعارف عامله. بالظبط. ده مشهد. وهي عملته حلو قوي برضو، بدون انفعال، بهدوء. يسرى برضو يعني هي مثلت كتير وتولد لديها خبره كبيره، وهي برضو خباك هي دورها صغير، يعني دور لبلبه اكتر منها. وهي كان ممكن العكس، ممكن كان تبقى هي دور لبلبه وهم يجيبوا للدور بتاعها ده واحده تانية، لكن هي عشان عارفه الامباكت بتاع الدور واهميته اختارت الدور السكرين تايم بتاعه ما يزيدش عن 3 4 دقائق. فكرني قوي بزوجة راجل مهم، احمد زكي كان بيكتب تقارير برضو على زمايل مراته ميرفت امين لما دخلت الجامعه. اي تحس لو كان بالظبط. احمد زكي كمل وما حصلوش اللي حصل له زوجة راجل مهم كان بقى الشخصيه دي. بالظبط. فامتداد امتداد لذيذ. تعالى نتكلم بقى عن المشهد الحلو قوي اللي بعد كده، هو وهشام عبد الحميد بيكلموا على ان هو زمان وهو صغير كان شاعر وكان ثوري رقيق قوي المشهد وقوي ده. قوي 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 يعني، وان هو كان الاول كان مدرس في حضانة اطفال وكان براءة. وبعدين بيتكلم ان ازاي ان الشر عامل زي الكانسر، عامل زي سرطان. الورم الخبيث اللي يبتدي بيتسلل خلية، واحدة 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 لحد ما بيسيطر على الجسم. فالواحد صح بيدمن السلطة وبيحترف صح السرقة. يعني الكلام بتاعها ممكن احطها اوديو في البودكاست. جميل جميل. وحيد حامد يعني حرفي بأعلى درجة، يعني هو صنايعي ازاي ان في صنايعي. حاجة بتيجي بالراحة، ان الفساد ده ما بيجيش كده، انت ما بتتولدش كده، انت بتبقى صح بريء وبعدين بتتلوث. وقال لك انا اللي بالظبط. قالها لي واحد طلب مني اكتب تقارير وقالها لي بكل بساطة، اللي يعني اللي يمشي معانا يبقى طريقه من غير مطبات، ولا اللي بنأذيه بنأذيه بجد. حاجة جملتين اقنعوه وخلاص. وفعلا بيقول لك في الاخر بقى طريقي كله مفيهوش مطبات بس بقى فيه كوابيس. اللي هو يقول لك يعني ده the man who sold his soul، يعني الراجل فاوست، بالظبط. الراجل اللي باع ضميره علشان السلطة والجاه. قصة دايما بتقول احنا بنحب دايما نرجعها للاساطير، هي اساطير كلها. الراجل اللي باع صح ضميره علشان السلطة، النفوذ، الفلوس، الملذات، whatever it is يعني. فهو ده هو صح ده احمد زكي. فجميله جدا ككتابه، جميله جدا كاداء، المزيكا محطوطه حلو قوي، هشام عبد الحميد رياكشناته وهو بيحكي القصه جميله جدا. يعني انا ده مشهدي المفضل في الفيلم كله.
انا معلش يعني، انا دايما يعني بحب دايما اربط الشغل بالحياة، يعني حاسس ان في كده نظام كوني، في شوية قوانين هي اللي بتحكمنا. بمناسبة ان انت بتقول ان وحيد حامد كان يعني صنايعي قوي في الفيلم ده، والمخرج سمير سيف مش عارف ايه، واللي احنا قاعدين بنتكلم فيه بقى لنا النص ساعة الاخرانية ولا الخمسين دقيقة الاخرانية، لما بنيجي نشتغل عملية جراحية بيبقى في انسجة بنتعامل معاها، بنشيل ورم مثلا، فبنبقى فاتحين بطن العيان او بنعمل عمليه بالمنظار ولا حاجه، ففي انسجه بنتاخرها وبنعمل كذا وبنعمل كذا عشان نوصل لحته معينه. فتلاقي دايما الدكاتره الصغيرين وهم بيساعدوني مثلا. انا يعني انا في يوم من الايام كنت صغير وتعلمت وبتاع، لحد ما لسه بتعلم برضه، بس بعلم اللي تحت مني. فتلاقي يعني مثلا واحد من اللي بيساعدونا الدكاتره الصغيرين لسه النواب ولا حاجه، ماسك الآلة كده اللي احنا بنشد بيها عشان نبعد الأنسجة أو أعضاء معينة عن الحتة اللي احنا شغالين فيها، فتلاقيه بيشد جامد قوي 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 وعامل دراعه كده، لكن شدة ملهاش أي لازمة وأنا مش شايف حاجة ومش عارف أكمل. أروح أنا أقول له معلش عنك أنت، وبربع الشدة اللي هو كان شاددها دي بس بشد في اتجاه صح، نلاقي الدنيا اتفتحت وبقت جميلة وأقدر بقى نكمل العملية بتاعتي. فدايما أقول لهم it is not the force of the المانوفر ده اسمه ريتراكشن، إنك تشد حاجة انسجه بعيد عنك عشان تشوف حته تانية، اسمها ريتراكشن يعني تتاخر حاجه. فبقول له يا ابني it is not the force of the retraction, it's the direction of the retraction. انا بربع القوه اللي انت كنت عامل بيها دراعك كده وشادد وفاكر ان انت بتساعدني وانت اكشلي مش عامل حاجه، بس انا عشان عندي خبره اكتر منك فشديت في اتجاه احسن بربع قوتك. نفس الكلام الفيلم ده، الكلام اقل، التمثيل اقل، حركه الكاميرا اقل، كل حاجه اقل، ومع ذلك impactful. يعني وصل لك المعنى، وصل لك قد ايه فساد نظم الحكم، قد ايه الراجل ده جواه شياطين ما بتنامش، قد ايه الراجل ده نزل في مستنقع فساد ومش عايز يطلع منه، مش هيطلع منه خلاص وكمل فيه. كل ده بشوكه وسكينه، من غير ما يكون فيه انفعالات، من غير ما يتفس حاجه جوه بقك، من غير ما يكون فيه خناقه، انت فجاه بتتسلل جواك كل مشاعر الفيلم. بالظبط، لا برافو عليك، هو ده كده فعلا، هي فعلا التكنيك. يعني انت لعبت درامز، نفس بالظبط الفكره في ماسكه بالظبط الدرامستيك، انت ممكن تقعد ترزع كده او انك تحرك بالريست، بس هي دي اللي هتجيب لك الحركه. بالظبط، ده يقول لك ده انت عشان توصل للسبيد لازم تبقى مور ريلاكس، مش تبقى بالظبط بالظبط، وانت اخوك درامر انت وريتني شغله، يعني نفس ده اللي التكنيك، هو كلها في يعني التكنيك. بالظبط نفس بالظبط الكلام بالظبط في زمان بالظبط. كنت بلعب ايكيدو، ايكيدو دي مارشال ارت، كان نفس الفكره، ان انت طبعا مش انت ازاي ان انت بحركه صغيره في الاتجاه الصح وتستخدم قوه اللي قدامك ضده بشكل اي ابسط صح الطرق، هي دي اللي ممكن تعملها. ففعلا البساطه التكنيك، ودي ما بتجيش غير بالخبره، من الوقت والخبرة الثقه في طبعا النفس، ان انت مش محتاج صح تثبت نفسك قوي، ودي مشكله بنقع فيها كتير دلوقتي. دايما احنا بنلاحظ في حلقاتنا في فترة كده بنقعد ننقد الحال العام، بس غصب عننا، ولسه اليومين دول في بلاوي بنشوفها على الفيسبوك في طبعا التعليم والقصص دي. بس فكرة برضو اوه اللي عنده ثقة في نفسه، المثقف اللي قرا كتير، هي دي الناس اللي بتديك الحاجة الحلوة والنظيفة واللي بتأثر بأبسط الطرق. يعني مش ان انت حد عايز بس يفرض عضلاته الإخراجية ولا مش عارف ايه، فيعمل لك حاجة فيها كل حاجة وفي الآخر فيلم للنسيان. يعني كلها دروس كده لذيذة، يعني الواحد ناخدها من الأساتذة اللي احنا انت بنتفرج عليهم دول. احيانا بتتفرج على فيلم تقول ده فيلم ده ولا فيديو كليب، يعني فلترز بالظبط وكرينز ودرونز، يا جماعه في ايه، بالراحه شويه يعني مش كده يعني. هو سمير سيف ما كانش يعرف يعمل الكلام ده مثلا، يعرف من ابوه، لكن هو الدليفري، هو عايز ينقل لك ايه. فالفيلم ده نقل الكلام او نقل الكلام المكتوب في سكريبت بتاع وحيد حامد الى شاشه السينما باخراج عظيم، بتمثيل عظيم. هو الناس دول خلاص كانوا بقى ايه، زي ما بقول لك توب اوف ذير جيم، فورمه عاليه قوي. بالظبط. الفيلم بعد كده نهايته بقى زي ما انت قلت، انه اخيرا بيقتنع ان هو يروح لدكتور نفسي، بس الشرط ايوه ان هشام عبد الحميد هو اللي يروح بداله. ايوه وتاني روعة الكابوس او التخيل اللي هو بيتفرج على التلفزيون وبيتخيل ان هشام عبد ان الحميد بيبيع مذكراته بعد كده، ايوه ايوه معمولة حلوة قوي. وبعدين الطريقة الإخراج بتاع النهاية ده برضو معلم، معلم بيخرج. طبعا يعني ايوه الطريقة، ايوه الشوت بتاع هشام عبد الحميد من فوق وهو على العربية مرمي، لا، أحمد والاول زكي وهو جاب لك ان هو بيتمشى. الجرس، الباب رن، جرس الباب بالظبط رن وهو قام. بالظبط،
وجاب لك الستاره طايره كده وبتاع زي حاجه جاد فاذر خالص يعني. الريتم بتاعها معمول ازاي، الاخراج بتاعها معمول ازاي، احمد زكي هو بيتمشى لوحده على البحر والتليفون مستني المكالمه، رهيب رهيب. وبعد كده طبعا الشوت الجميل اللي انا فاكر في السينما انبهرت بيه، فكره الايفكتس ان هو قاعد على الترابيزه وكل الوشوش كلهم هشام حميد، كلهم هشام حميد، يعني حاجه ايه ده عبقرية في الكتابة إيه برضو، وفي مش ممكن وفي الاكسكيوشن التنفيذ مهول 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 يعني. إن هو يعني وش هشام عبد الحميد بيطرده، هو عنده تأنيب ضمير ووش هيفضل يطرده بقية حياته يعني، يعني مش شايف اللي هو يعني لا 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 او إيه هو اتجنن يعني، إيه هو يعني وصل لدرجة الجنون يعني. الكوابيس خلاص الكوابيس خرجت من ان هو بيجي كابوس بس هو نايم، لدرجه ان كابوس بيجي له هو صاحي يعني. ابقى عايش كابوس، بقى عايش كابوس، عامل زي الفيلم بتاع بتاع نايت مير اون الم ستريت، فريدي اللي هو كان بيقتل في الكابوس، فالناس تصحى تاني زي ماتت فعلا، بقى فعلا بقى عايش، بقى عايش في الكابوس. ف لا مش ممكن حاجه شيكسبير فعلا يعني، دي من يعني مش قادر الاقي لها وصف عشان يعني اكومبلمنت الفيلم اكتر من دي. شخصيات ما تفرقش عن مكبث اللي برضه في الاخر اتجنن، ولا هاملت اللي في الاخر قتل، يعني اللي هو الانر ديمونز، الشياطين الداخليه. برافو، حلو قوي الكلمه انت قلتها دي، الشياطين الداخليه دي هي اللي بتقضي عليه في الاخر، ما فيش حد قضى عليه. صح. يعني هو في الاخر ما اتمسكش ولا حد حق عليه، هو نفسه اللي دمر نفسه. فدي برضه جميله جميله في كل حاجه يعني. ممتاز كده، خلصنا الفيلم، خلصنا الفيلم الروعة. الوقت عدى بسرعة جدا. بالظبط. لو هتدي أوسكار هتديه لمين؟ أحمد زكي طبعا، والكتابة أحمد زكي هاندز داون. أنا هديها لوحيد حامد. أحمد زكي طبعا يستاهلها جدا، بس وحيد حامد بس عشان يعني الأوريجيناليتي بتاعت القصة الأصيلة قوي، أصلية جدا. أنا ما شفتهاش في حتة قبل كده يعني، احتمال تكون اتعمل في حته قبل كده بس انا ما شفتهاش. فلا عبقريه. هو اتعمل برضو اجين في شيكسبير، ان الواحد بيشوف شبح حد مثلا، زي هاملت لما بيشوف الشبح بتاع ابوه، او ليدي ماكبث لما بتشوف اشباح. فالفكره دي موجوده، وكروساوا عملها قبل كده بس اتعمل بالطريقه فلات لاينرز. بقول لك فلات لاينرز ده فيلم حلو، فيلم حلو جدا بتاع جولي روبرتس وكيفن بيكن وكيفر ساذرلاند. حلو حلو. فيلم تسعيناتي من افلام الفيديو دي، انا فاكره كويس قوي. 90 و91 انا جبته من نادي فيديو اللي كان في النادي. فعلا. ففيلم جميل، ومن يعني فيلم حلو ان احنا ننهي عليه السيزون ده. هتوحشني جدا يا صديقي، جدا والله. في وانت كمان يا سولي، وانت كمان، كل سنه وانت طيب، طيب. وان شاء الله بقى يعني تعد انت بقى خطه كده لسيزون جديد، علشان يعني يفضل متابعين سينماتولوجي، لان على طول بيستنوك زي ما انت اكيد بتتابع وبتشوف، وانا معاك اللي هتقول لي عليه هعمله. اكيد مع بعضينا، اكيد مع بعضينا. حبيب وانتوا كل الناس اللي بتسمعنا هتوحشونا جدا جدا، مش هنتاخر عليكم. خليكم معانا على سينماتولوجي، هيبقى في فيديو اسئله جايه في السكه، وزي ما قلنا في الاول تابعونا على كل السوشيال ميدياز وكده، وخلي بالكم من نفسكم، واتبسطوا بالصيف، واتبسطوا مع اهلكم وحبايبكم كلهم، وان شاء الله نتقابل على خير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا محمد، متشكر، باي باي.